السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قبلي أنا في عمري 56 سنة، كان عاني من هشاشة العظام في لاكولون فيرتيبرال، وعندي سياتيك. نعم. لكن دايره لاشيميو قبل. شو المشكل قبل اللي كان عندك؟ كان عندي سرطان الجزولة. غادي بان لاشيميو دابا 3 سنين هادي باش كملت. الله يحفظك والله يخفف ما نزلت. يا ربي امين. الاخوات كلهم الله يحفظهم اللي داروا شيميو من بعد سرطان البزوله، لابد جوج الحوايج اساسيين. نعم. اللي ما كيديرهمش حمق ما عنده عقل، ملبات القمح نص كيلو في النهار، او ملبات الحلبه نص كيلو في النهار. علاش؟ حيت فيها لا فيتامين دي كفايه، لا فيتامين دي بالانواع، مجموعه الانزيمات والهرمونات، فباش ننشطوا ونقويوا الجسم. ثانيا، معدنوس كرفس بالروح عصير 3 حتى 7 مرات في النهار قبل وجبات الاكل، هذه اساسي. ولكن الناس مازال ياكلوا الشيء اللي يسبب السرطان اللي هو الرومي في اللحوم. لا ما كناكلش انا داك الشيء. صافي الله يرضي عليك. بعد اللي داك الشيء انا كل شيء بزيت البلديه، محيده المعلبات، محيده المخليات، زعما دايره ريجيم، متبعه ريجيم ما شاء الله عليك. زيت على الريق مع 5 الصباح. تبارك الله عليك. مع 7 الصباح تنشرب الماء والبصله والعسل. مبروك عليك الله يحفظك. الحمد لله. اذا داوم على البصله كنشربو غير مره في النهار. لا خذوا لي 3 حتى 5 المرات. نعم. مهم بزاف. اذا تبارك الله عليك. اذا سير في هذه الاتجاه كيف الطريق الصحيح، وحاول ديما دير مراقبه طبيه مع الطبيب ديالك. كان دابا غير على داك الهشاشه اللي عندي في لاكولون. لا ملبات الحلب بعد نص كيلو في النهار الحاجه عطيتك. نعم. مع معدنوس كرفس بالرو 5 المرات في النهار قبل الغداء قبل العشاء. نعم. تعصروا مع شويه الليمون او التفاح او خزو او الخيار. نعم. خذهم 3 حتى 5 المرات. راكي تبارك الله عليك مجتهده. 7 على 10. لا 7 ونص على 10. بارك الله فيك. شكرا لك. مرحبا ما شاء الله عليك. نعم شكرا لك. هادشي كيفرح الحمد لله. الناس يطبقوا، الناس بدات يرتاحوا. وملاحظ هو انه المواد اللي ما صالحاش الناس بعدوا منها، لقوا الراحه ديالهم كثير، لا في المناعه ولا في الوقفه ديالهم ولا حتى في البناء الجسم. مزيان. نعم. سؤال طيب عبر الاس ام اس على 5566 كيقول لك السلام عليكم. هذه امال عندها دايره بروتيز كتقول ومهرسيد ليها فيسات سكن خد سنيد على اين عندها كتقول هشاشه في رجليها اللي فيها البروتيز، خاصه عمل يا كتقول باش تبدل هاد الماتيريال. شنو تاكل قالت لك في النهار؟ اولا زيت الزيتون على الريق 3 معلقات كبار، هذا تضمن على انه دوره دمويه قويه متميزه وبعيده من العياءات والمشاكل. ثانيا البصله والعسل بحال ذكرت هاد الاخت الطيبه الله يحفظها. اذا ديما البصل 30 غرام، عسل 30 غرام حر، وتما تقطو نص ساعه، تستعملوا كل 3 ساعات 7 مرات في اليوم، وباش المناعة تبقى مرتفعة. ودي من الطبار عارفين شغلهم، دي من تديروا تحاليل باش يعرفوا حالة القلب وحالة الشرايين والدورة الدموية، واش كاين فقر الدم ولا ما كاينش، واش كاين الظروف الملائمة للعملية. وان شاء الله الا تبعتي هذا الشيء بعدا غيكون مهم جدا. ودي من السمك افضل اللحوم بالنسبة للعظام، وان شاء الله خذوا طاجين ديروا بالثومة والمعدنوس والمرجان ما يكون الا خير. نعم. سؤال تيقول لك عافاك استاذ كيفاش نعرفوا باللي حنا كنعانيوا من هشاشه العظام؟ هو كاين الالم من جهه، ولكن الالم بوحدو مختلط، يقدر يكون روماتيزم من جهه، يقدر يكون عياء تاع المفاصل، يقدر يكون عده اشياء. ولكن افضل ما كاين هو التحاليل ديال الدم من جهه، تشوفوا لا فيتامين دي من جهه، الكالسيوم من جهه ثانيه. ثالث حاجه اخرى هو تنتبهوا لي غاديو، تدخل اما السنتيغرافي من جهه، راه مع الطب تبارك الله تيعرفوها، ثم هما غادي يوجهوكم التوجيه الصحيح. ثم عندك لي غاديو، ولا غاديو ممكن ار اكس من جهه تيبين العظم، كل ما كان حسب اللون ديالو تيبان واش كاين هشاشه او لا. ثم من خلال تحاليل اخرى غالبا في الغاديولوجي من جهه ولا سنتيغرافي من جهه ثانيه، هادو بجوج اللي تيبينوا بشكل افضل مع التحاليل. ولي صعيب هو لي صعيب هو انسان تيتراخى، فالتحليل خصها دير احيانا ما تيكونش هشاشه، تكون سرطان العظم بحال اللي تيوقع من بعد سرطان الثدي او من بعد سرطانات البروستات عند الرجال او النساء، او تيكون احيانا مشاكل صحيه معينه، فخصها لابد ننتبهوا. وهذا الانتباه مع التحاليل تيرفع الحرج، والانسان تيعرف راسو فين غادي.
نعم. طيب ناخذوا اتصال عيشة من أكادير. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشكركم على هذا البرنامج. مرحبا دكتور. مرحبا. مرحبا. مرحبا دواجد. تفضلي. سؤالي دكتور هو أنني بغيت نسول واحد عند كيضرني واحد سميتو الجنب ديال رجلي من الفوق. كي من خاص كيكون من الأيمن وتيدوز لي الأيسر. وبعد المرات كيوقع لي أنني ما كنقدرش نوض. كنتمشى زعما بصعوبة. وكيبقى على طول الرجل كيبقى كيتحكي كيضرني فيه شي حاجة. ولكن ما عمرني دوزت عليه. بغيت نعرف واش زعما عنده علاقة بهشاشة الهضام ولا. قلنا الهشاشة ما تتعرفش من 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 خارج الجسم. لابد من راديولوجي معينة مع تحاليل معينة. فلابد تدار. هذه من جانب. الجانب الثاني أنه بالنسبة لهذه الحالات ديال الألم هو تتعلموا ديروا دي مساج زيت زيت قديمة شوية وتبدا ترقدوا فيها في كل إترو 300 غرام ديال السانوج حبوب تتهرمشوا وتتلحوا في الزيت واحد المدة ديال 5 أسابيع. كاين الناس اللي تيديروا الخزامة كاتي ديال اليازير كاتي ديال السودانية كاتي ديال السكينجبير كل واحد شيء اللي أنه تقد عليه. أما السانوج فهو بالنسبة لي تيكون أخف وأفضل فتديروا مساج ديما نوجدوا على 9 ديما نوجدوا قبل ما يدخل البرد بواحد 3 أشهر باش يعطي القيمة ديالو. ديروا مساج. ثانيا قويلب ديال الثوم كيف قلنا تيخفف. ثالثا الماء مغلي شراب تاخذوا بالطريقة اللي تكلمنا عليها إترو مع 10 إترو مع 4 إترو مع 8 الليل وحاولوا تبعدوا من كل أكل إلا العصير والبصل مزيان ثم الحسوات الشعير والحاجة اللي تتعاون على ضبط الالتهاب بحال عصائد الخضرة الخضراء وخيكون خيار خرشوف لوبيا خضراء الكرافس برو وهكذا دوك كلهم ضد الالتهابات وإنسان تياخذهم بعد 3 شهور واحد الفرق كبير داخل الجسم تيكون علما أنه كل هذه المواد اللي تكلمنا ضد التعفن وضد الالتهابات وضد كل ما هو تسبب انفكسيون تعفنات وميكروبات. الحمد لله فالجسم تبقى في واحد المناعة عالية مع ضبط الالتهاب وتنعود من بنيو القنوة الدموية تنتغلبوا بشوية بشوية على هذا المشكل الصحي وإن شاء الله بشفاء إن شاء الله. تسأل فاطمة من مراكش. السلام عليكم. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبك ديري لاباس. الحمد لله. والله إلا فرحانة مني شتي الخط. مرحبا لا فاطمة. الله العظيم. تفضلي. يخليك نتصل الدكتور. نعم. الدكتور سيدي أنا يا كيشق عليا هاد الشيء 4 سنين هادي إلى 5 سنين واحد المرض ما عرفتش كيفاش داير. الدردكة في قلبي السخفة ملي كنمشي لعند الطبيب أنا جلي بعدا قال لي ما نقدرش نزيد بهم كاع نهائيا. ملي كنمشي لعند الطبيب كيخرج لي تحاليل درت ما عندي لا سكر بالدم لا سكر لا من حالة حتى شي حاجة ولكن داكشي قاضي لي السخفة بزاف. واش عندك مساجة عظام الحاجة؟ نعم. واش هذا موضوع اخر ماشي موضوع الهشاشة العظام؟ ماشي طبيب ما قال لك ان لا ماشي هشاشة العظام عندي غير القلق القلقة وما عنديش الجمال الماكلة ولا حتى شي حاجة والمشكل اللي عندي هو السخفة والبرد كشك. نعم لأن هذه أعراض لأمراض ربما أخرى وعلى أي يعني حتى إذا بغينا نجاوبه كيخصنا تشخيص لأن بما أن الطبيب باقي بنفسه باقي ما شخصش فصعب جدا لأن كيف ما قلت يا أستاذة كاين بزاف ديال الأعراض اللي كتشابه يعني في الأمراض فما نقدروش نفيدوا فاطمة إلا إذا كان هناك تشخيص وتحاليل وراديوات اللي كتأكد شنو عندها بالضبط يعني شنو سبب هذه السخفة ودقات القلب بالضبط عاد ممكن أننا نفيدوها. نرجعوا حنا الموضوع ديالنا موضوع ديال الهشاشة ديال العظام. قال لك اس ام اس 556 قال لك بغيت نسولك الله يخليك عندي وهن في العظام وهن عضلي. هذا وهن عضلي هذا مشكل عنده مع العضلة مع المسكولاسيون. احنا موضوعنا يمكن هو مرحلة من مراحل الهشاشة. لا موضوع اخر هو تيكون عنده عدة تيكون عنده عدة اسباب. يكون عصبي قدر يكون مجموعة انزيمات اللي تتسبب هذا النوع من المشكل. يكون ديزاتروفي
لي زاتروفي ميسكولار دي زاميوتروفي ولا شي حاجه من القبيل. هذه كلها مشاكل اخرى بعيده على هشاشه العظام. حنا باش نعرفوا هشاشه العظام بطبيعه الحال هو وهي غالبا هذا المرض هذا يعني كيكون في واحد السن هو متقدم يعني فوق 40 كنظن انا حسب اخر الابحاث. بريصه عندهم هشاشه العظام حالات يعني استثنائيه معظم يعني في العادي كتكون عند ناس ما بعد 40 سنه كتكون عند النساء ربما اكثر عند الرجال وكتكون ان العظم ما كيكونش كيتحمل ربما حتى دوك يعني الاعمال اللي كنديروا حنا يوميه بسيطه تقدر مثلا داك اللي عنده هشاشه العظام تسبب ليه في كسر يعني باش نقربوا وجهه النظر ونقربوا الموضوع علاش حنا بالضبط تنهضروا. اذا هذه ما يسمى بالهشاشه وكيف ما قال الاستاذ هذه بعض اعراض خارجيه ولكن ما يقدر نحسموا في انها هشاشه او مستوى وصل الهشاشه حتى كنديروا راديو ديال الهشاشه وكنديروا تحاليل في مقادير معينه تتعرف هي اللي كتقول لنا راه كاينه هشاشه ديال العظام وطبيعه الحال الانسان حتى ربما هذه مساله من الاسباب متعلقه بالتغذيه متعلقه كذلك حتى بالرياضه الناس ما كيديروش الرياضه بزاف متعلقه بزاف ديال الامور تماما. فاذا هذا هو الموضوع ديالنا وغناخذوا بديعه من بني ملا نشوف السؤال ديالها. بديعه السلام عليكم. نعم تفضلي بديعه. اختي قلت لك كيضروني يدي كيموتوا عليا ومي مشيت درت واحد الراديو في الدار بيدي قالوا لي عندك العروق مخنوقين. ما جبدوش لك حس الهشاشه لا؟ نعم الهشاشه ما جبدوهاش لك؟ لا ما قالوش لي قالوا لي عندك العروق مخنوقين في اليدين. شوفوا اسمي اللي عندي شي سؤال ما عرفتش. هو العروق مخنوقين شكون اللي دار لك هاد الفحوص هادي الطبيب ديال القلب؟ الدكتور الزوفي منير الزوفي. شنو الاختصاص ديالو؟ لا هذه غير تختيل كهربائي. ايضا تختيل كهربائي اذا على سميتو على لو ام جي الالكتروميوغرام. اش قال لك دونك قال لك العضلات مزيانين. هذه العضلات مزيانين ولكن عندك العروق مخنوقين. اذا العروق مخنوقين غادي دير لهم غادي تحاول تقرصهم بالنحل جوج ثلاثه في النهار نهار ديال نهار لا وشوف واحد مختص اللي يقوم بهذه العمليه غادي يخفف عليك ولا بد نشوف الملف الا كان ممكن. ان شاء الله ما يكون باس. مثل اكادير عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام الله صباح الخير. صباح النور تفضل اسيدي. نشكركم على هذا البرنامج بزاف ونشكر الدكتور علوي. مرحبا. الله يجزيك بخير بغيت نسول ممكن؟ تفضل. دكتور الله يجزيك بخير عندي لاكتوز. لاعونش ديالي. بسبب الله. شي حل هذا؟ والحل عم دكتور؟ الحل موجود ولكن ولكن الارتروز في جهه ليونش. عند تقدر تكون اس بي ا تقدر تكون اير ارتروز عاديه وفي الراديو في التقرير الطبي اش قال الطبيب؟ وقال لي غير تاكل الغضروف قال لي تاكل اذا اير ارتروز عاديه. المهم دونك تما مزيان تاخذ البرنامج اللي تنعطيه زيت الزيتون على الريق ثلاثه المعلقات كبار عصير البصل مع العسل خمسه حتى سبعه المرات السمك والخضار الخضراء مع الملبتات نص كيلو الحلبة في النهار او القمح وخذ له ساعه النحل تما تعطي نتائج ولا جبتي الماء حتى هو عمل ديال 9 شهور ممكن سنه تما باش نبنيو مفصل جديد تاخذنا تقريبا 9 شهور حتى سنه ولا بد متابعه مع الطبيب ديالك بلا راديولوجي تتعاود لا راديو وهذا وتنشوفوا مثلا التجربه اللي عندنا في ذاك المفصل بين الفيمور لا تيت دو فيمور مع ليلياك ان لقينا على انه تمكننا نبنيو ذاك المفصل نقدروا نبنيوه الا كانت عمل جاد من طرف المريض والمعالج وجيب لنا الملف نشوفوه بدا بهادشي بعدا اللي تتستعمل قد تدير لها ساعات عندك في الدار مزيان ولكن لابد يكون واحد مختص يشرف وما يكون الا خير. نعم سؤال عبر الاس ام اس او اس ام اس غادي نرجع لهم بعد ثانيه عشر اربع دقائق ورجعنا معكم مع الاستاذ والباحث كريم عبد العال المختص في العلاج الجناحي والوصفات الطبيعيه. الموضوع ديالنا موضوع ديال الهشاشه. قال لك اس ام اس جدتها 80 سنه عندها سكري وعندها الروماتيزم في الركابي يعني ما بقاتش كتقد قالت لك تمشى واوجاع والام في الظهر كل ليله. ولكن هذا تشخيص مجمل لان هذه هادشي اللي لاحظنا ولكن باش غادي نعرفوا واش كاين روماتيزم هشاشه ولا لا. غالبا كيفيه الروماتيزم كيكون عنده علاقه بالهشاشه.
حالات ما الا كانت تشخيص 20% ديال الناس عندهم غيماتيزم ما كاينش هشاشه داكور اكثر اذا في الهشاشه عندها علاقه مع عندها علاقه حقا تجي مع الروماتيزم ثم الالم وممكن يكون هشاشه بدون روماتيزم حتى بحال يقدروا نلقاو سرطان العظم بدون روماتيزم في الالم كيما شي راه بدا يكون روماتيزم خاصنا نشخص اكثر دقه. طيب هذا السيد قال لك عنده الم في العظم، انا تنتكلم من خلال حالات تعرضت عليا. طيب منها تنستشف وتنعرف وتنشوف وتلاحظ ما تنحكمش على ما عنديش فهم. اسمح قال لك عنده الم في العصب ديال الكتف وكيسول واش كاين شي مركز تقول لمين باش يدير قريص النحل، واش غيفيدو قريص النحل في هذه الحاله؟ واش المشكل اللي عنده؟ شنو عنده الم في العصب ديال الكتف ديالو؟ هو النحل مزيان غير المركز ديال كلمين الله يهديهم ما نظموش راسهم، فالناس ما مرتاحينش ملي تيمشيو عندهم الله يهديهم عينما نقول لهم استمروا نميو قدو شوفوا كذا، المهم يمشي له التيمه بدايه ويتعلم يديروا له ساعه النحل ويكون خير. اني امونا نقرا لك اسئله ونشوف واش دخل في الموضوع ولا لا، لان كاين ما يشابه الهشاشه وكاين اللي بعيد لها. امينه من اكادير عندها 41 سنه عندها نقص فيتامين دي ولارتروز كتقول في الفقره 6 و7 في العنق ديالها. بغيت قالت لك استاذ يفيدني. الفيتامين دي هذا عنصر من العناصر كتبي على انه كاين امكانيه هشاشه من جهه، ثانيا لاختوز او المشكل ديال مشكل او نيفو سيرفيكال هذا كانت ارتروز، دونك هذا تبقى ديما على انه سيت اون ارتروز سي با ماشي هشاشه. المهم هو لا ساعه النحل مزيانه بزاف عطات نتائج فتطلب في الالتهاب وتغذيه صحيه بما في زيت الزيتون على الريق البصل والعسل، هادو تيعاونوا الجسم وتنقي وتيعاونوا في عمليه البناء. اما الفيتامين دي كيف تكلمنا السردين مزيان مهم بزاف يكون طاجين، وثم تعلموا ناكلوا المنبتات القماح الحلبه نص كيلو في اليوم، وهذو من ارقى ما كاين في انتاج الفيتامين دي. وتصوروا دابا كل واحد فينا يمكن ينتج الفيتامين دي في دارو، ينتج الفيتامين دي في دارو ما معنى الكلام يعني انه يمكن نفعوا انفسنا واخا بمواد جيده ونوجدوها في اقل من 5 ايام واخا، وهكذا يمكننا ان نحصلوا على نتائج كبيره في اعاده بناء الجسم. نعم. سؤال دائما على اساس 5566 يمكن لكم كذلك تتصلوا بنا على 05 22 36 10 35 05 22 36 10 36 حول موضوع الهشاشه. كيقول لك استاذ واش ما كظنش بلي نص كيلو ديال الحلبه في النهار شويه بزاف هذه الزكيه من الرباط؟ بالنسبه للناس اللي عندهم الهشاشه قليله، ياكلوا 5 كيلو. لا ولكن الناس ما تيقدروش الازمه تيقدروش الازمه اللي تيعيشوها. صور دابا انسان ترسل العظم اجا ما صلحو ثم تتقال انه عنده مشاكل ديال، والغريب في المنبتات فيها المنتوجات الكامله لاعاده بناء العظام من لا فيتامين دي بالانواع ديالها والدي بالانواع ديالها، زيد عليها الكالسيوم فوسفور زيد عليها السيلينيوم زيد مجموعه من هذه المواد بالاضافه الى بعض المواد الاخرى الاساسيه، وهكذا تلقاو جسمنا بالعكس افيد. حنا بنص كيلو ما تناخذوش مره واحده، تنقسموا على ثلاثه اربعه الوجبات في اليوم، وهكذا يمكننا نحصلوا على مواد اللي يمكننا نبنيو بها. والغريب في هذه الماده اللي هي المنبت الحلبه مثلا هو انها سهله الامتصاص دغيا تنستبدو منها. سؤال بديعة من مدينة الدار البيضاء. بديعة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شكرا جزيلا على هذا البرنامج. مرحبا. وكنشكر الدكتور الله يكثر من نتاعلو وينور قلبو. مرحبا. يعني كيما كينورنا. وسؤالي هو انني اولا كنشكرو حيت جربت المغلي في الصباح معلقة زيت الزيتون ومعلقة العسل. كنت ما كنقدرش نصلي واقفه ولا ندير الشغال واقفه، ولكن الحمد لله ربي وقف بسبب هذاك الماء والعسل وزيت الزيتون على الريق وليت حتى اخرى. الحمد لله مبروك عليك. الحمد لله وليت يعني كنقدر حتى من الاولاد ديالي والزوج لاحظوا الفرق. الحمد لله. وبغيت نقول لي على الماء البصل كيضر في المعده، الا غير كنشربها كتعطيني واحد الالم ما قديتش نداوم عليها، واش كاين شي حل واش نخلط معها شي حاجه واش تقدر تعوض البصل بالمعدنوس ماشي مشكل. معليش مفعول. هو الالتهاب جوج يضبطوه.
وإعادة بناء قنوات تفريغ قنوات الدماء بجوج خدي الدكتور فقط أنه القوة في إعادة بناء بقسم أعضاء الجسم البصل أقوى، رغم أنه المعدنوس عنده فوائد كبيرة في إعادة بناء مثلا القنوات الدموية، ولكن البصل أفعل وإن شاء الله بجوج مهمين، وحتى حريق البول والمشاكل ديال الكلى والحساسية الكلوي بجوج تفرغهم بفعالية كبيرة، رغم أن البصل أقوى وأفيد. نعم. أم رضوان مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا أمينة لاباس عليك. الله يبارك فيك أم رضوان. الحمد لله بغيت الدكتور سي العلاوي إن شاء الله. نعم. السلام عليكم الدكتور. الله يخليك الأخت ديالي في العمر ديال 26. نعم. وهذا المرض بدا عندها ملي عندها 6 سنين بدات كتهرس. يعني مهرسة جوج مرات في رجليها، جوج مرات في إيديها، الودن ديالها حتى هي يا. يلا اكتشفنا المرض ديالها شنو هو؟ سميتو ديسبليسيفول. يلا عرفنا شنو هو المرض ديالها ولقاو دابا ان اليد الاخرى حتى هي قريبه تهرس اي لحظه. يعني شي حاجه اللي تساعد هاد الايد بعدا واخا يتعطل شويه. اول شيء هو الامهات الله يجزيكم بخير اثناء الحمل تعلموا تاكلوا القمح من البت وكلوا الشعير وكلوا سحوت بركه من داك البسالات تاع الشوكولات الخاويات الروميه المقليه البسالات شكولو بركه منه، راك غير تستعملوا اساليب اللي من بعد تلقاو الوليدات الله يحفظ الله يحفظ الجميع تلقاو عندهم هاد العاهات، وهذه عاهات من العاهات ديال سوء التغذيه عند الام بدايه. ثانيا انه وليداتنا مابقيش نعرفو نعطيهم الحمص والعدس والفول هاد المواد الجيده، كذلك نعطيهم الشعير وهذا لان تنحشمو تنقولو شنو متحضرين اي حضاره هذه الانسان يطلع عظم هرس مزيان ويطلع جسمه تيتشقق وضعف البنيه، بالعكس انه خصنا نتعلموا نعطيو لهاد الوليدات القطني مزيان ونركزوا مادام انه مازال صغير على منبت الحلبه حيت فيه هرمونات للنمو مهم جدا وسهل سهل في الماكله ومفيد جدا، وان شاء الله نتعلموا نستعملوا عده مرات بحال هاد الوليد مزيان ياخذوا حتى 300 غرام في النهار طريقه جيده. مواد اخرى الى ما نتعلموا نستعملوا هو زيت الزيتون على الريق واحد تيصلح القنوات وتخلي عمليه الامتصاص تتم بشكل صحيح. ثاني حاجه اخرى هو نتعلموا وليداتنا انهم ياخذوا العسل، العسل فهاد الامور هذه تسهل الطريق، وهنا تلقوا على انه التمار شريحه زبيب مهمين جدا، هذه كل من هذه المواد. وحتى العمل عودي يكون صحيحي نصحوا الاخطاء اللي عند الوليدات ربي يحفظوا من هذا المشكل، ولا ساعة النحل والوليدات يقدروا يصبروا حتى 35 نحله في النهار، خصوصا كل ما تيكونوا اقل من سنه تقدروا يتحملوا 10 حتى 15 في النهار، وكل ما تيمشيو حتى 3 سنين تقدروا يتحملوا حتى 25 نحله. هذه كل اعمال اللي تمات ليس فقط على الصعيد المغربي حتى على صعيد دول اخرى للناس حاليا.